يحتفلوا في الثامن من شهر آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات في الأردن وبكافة دول العالم، كما توجه فيها الدعوات لصون حقوق المرأة ودعمها في كل المجالات. المزيد في سياق التقرير التالي. في غمرة الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، رعت السفيرة العراقية بعمان صفية سهيل الاحتفال الذي أقامته كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا بحضور طلبة مدرسة دير اللاتين التابعة للكنيسة وأمهاتهم والعاملات في المدرسة من معلمات وإداريات. وفي بداية الاحتفال رحب راعي الكنيسة الأب خليل جعار بالسفيرة سهيل وبجميع الحاضرين، داعين الله أن يعينهم على تحمل هذه المسؤولية الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال العراقيين المهجرين البالغ عددهم حوالي 200 طالب وطالبة. الاحتفال بالمرأة العالمي هو احتفال كل واحد في أمه لما يتذكر أنه قديش مديون إلها بخدمتها وتربيتها وتضحيتها. فاليوم هو عيد المرأة العالمية وعيد أم كل واحد فينا. سعادة السفيرة العراقية شرفتنا بحضورها اليوم وأكرمت المعلمات وأهل الطلاب وأمهات الطلاب، وكانت زيارتها يعني منتهى اللطف والاحترام والتقدير من ناحيتنا. طلابنا العراقيين عندنا 200 طالب ما شاء الله، ونحن نطلب من ربنا يقدرنا على خدمتهم ومحبتهم على بين ما تنفرج الأمور، وإن شاء الله كل واحد بيشوف طريقه بما فيه الخير. وبدورها أشادت السفيرة العراقية بالجهود الكبيرة التي تقدمها الكنيسة للطلبة الدارسين من أبناء المهجرين، والتي تشتمل على خدمات تعليمية وصحية وترفيهية لهم، معربة عن تمنياتها بأن يكون الاحتفال القادم في بلدهم العراق، حيث قامت السفيرة في نهاية الاحتفال بتقديم باقات الورود للطلبة العراقيين وأمهاتهم. حقيقة لكل المشاهدين والقناة العزيزة علينا اللي تغطي دائما أهلنا في كل مكان وبالأخص العراقيين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بخير، ومن خلالكم نقول لنسائنا ولنساء العالم كل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والنجاح والازدهار والتألق، ونشكركم فردا فردا رجالا ونساء كما ذكرنا بأن إيد بإيد رجل وامرأة، مثل ما غنوا بناتنا وأولادنا بأن ما بنتنفس إلا مع بعض. على صعيد متصل وتحت شعار نسعى للتقدم، احتفلت منظمة كير العالمية باليوم العالمي للمرأة بحضور العين مي أبو السمن وعدد كبير من سيدات المجتمع المحلي وشخصيات رسمية ومجتمعية ودولية. وأكدت سلام كنعان مسؤولة منظمة كير الإنسانية في الأردن أن المنظمة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها إلى إحداث تغيير جاد في كثير من المفاهيم الحياتية التي تنعكس بالإيجاب على حياة المجتمعات الفقيرة في العالم، معربة عن فخرها بالشراكة مع كافة الجهات العاملة في الأردن خلال السنوات الماضية من أجل تمكين المرأة اقتصادياً ومحاربة العنف الأسري وتوفير المساعدة الإنسانية للمجتمعات المتأثرة من الحروب والإرهاب. وتخلل الاحتفال عرض نماذج وقصص نسائية ناجحة من خلال أنشطة المنظمة الهادفة لتحقيق أفضل النتائج في المجتمعات المحلية وتحقيق مشاركة أوسع للمرأة في الحياة العامة.